الرحمن الرحيم للتزارين عبد الرحمن استاذ التربيه البدنيه مدرس ومدرب المنتخب الوطني المساعد لفئه الفتيان ومدرب ديال جمعيه الشباب الرياضي الصباتي فريق فتي جل وجود هذه 5 سنوات من 2010 الحمد لله في هذه 5 سنوات استطعنا اننا نوصل لمباريات السد 3 مرات وفي هذه الثالثه كانت ثالثه ثابته وتمكنا من الصعود للقسم الوطني الثاني وهذه المباريات ديال المرحله الثانيه من هذه مباريات السد هي فعلا فرصه مزيانه اللي كتمكننا اننا نحتكوا بفرق اخرى من عصاب اخرى باش نعرفوا المستوى ديالنا ومن خلال هذا الشيء يمكن لنا نحسنوا الاداء ديالنا في المراحل المقبله ديال البطوله ديال القسم الوطني الثاني. البطوله ديال القسم الوطني الثالث اللي لعبتوا في المجموعه ديال الساويه كيفاش دازت المنافسه والخصوم ديالكم؟ بالفعل كانوا خصوم قويه خصوصا جمعيه الدفاع الحسني الجديدي اللي من هذا المنبر كنقول بان حتى هي كتستحق تكون في فرق ديال القسم الوطني الثاني لان هذا مستوى جيد وفعلا اللي خاصنا في هذه المراحل هو اننا نكتفوا من المقابلات باش يكون مردود اكبر اللاعبين لاعب 4 أو 5 مقابلات في السنه لن يفيد كره السله في شيء بفضل احتكاك وعدد المقابلات ممكن للاعب انه يتقدم في المستوى ديالو التقني والبدني والتكتيكي الى بغينا نزيدوا بهذه كره السله الامام وما نهضروش خلاص على الامكانيات الماديه اللي كتبقى هذيك العائق الاول في تقدم كرة السلة العموم. سي عبد الرحمن التزارين اكيد عندك راكم تجربة مع المنتخب الوطني المغربي للفتيان، يعني عندك فكرة وتجربة حول الفئات ديال الفرق، واش فريق شباب الرياضي استطاع واش خدام على الفئات لإنشاء فريق المستقبل؟ فعلا احنا الحمد لله احنا ربما 10 أو 11 أستاذ تربية بدنية داخل الجمعية. احنا كنهتموا بجميع الفئات من 5 سنوات حتى الكبار ذكورا واناثا وربما الناس اللي تتبعنا في السطر كيعرفوا بان عندنا اشكال ديال تنظيم التدارب لان عندنا قاعه واحده وعندنا ساعه واحده وما كتكفيناش لذاك الكم الهائل ديال الاطفال والفتيات اللي بغاو حتى هما يحسنوا الاداء ديالهم في لعبه كره السله بالخصوص والتربيه البدنيه والرياضه بصفه عامه. اليوم كيحقق فريق شباب الرياضي استطاع الصعود ديالو للقسم الوطني الثاني مبروك من هذا المنبر هذا. شنو هو المخطط ديالكم للموسم المقبل وكيفاش ان المكتب المسير داخل؟ الهدف الاول ديالنا هو اننا نبقاو في القسم الوطني الثاني ونديروا كل شيء باش يمكن لنا نبقاو في المستوى باقحام بعض اللاعبين الجدد اللي ممكن انهم يعطيو واحد تجربة أخرى للفريق وفي نفس الوقت تكوين فئات جميع فئات صغرى مستوى الذكور والإناث باش يكون عندنا إن شاء الله واحد عدد كبير من الممارسين داخل مدينة سطات في لعبة كرة السلة. مرة أخرى مبروك لكم. وأنا كنشكركم جزيل الشكر اللي فتحتوا لنا هذا المجال وكنتمنى لكم التوفيق.